والله بلي حب ندير يعني اي تم هذا الاسم ونشكر الناس اللي تسلموا وانا طلعنا انا باي انا تقول عمير وش اللي يجي ان شاء الله مع انجي سعيده بعيده سعيده بعيده يا تجاني يا ربي يا الله يرضى عليك عقو عقاوة يا ربي يا بسم الله سيدي بسم الله والله ماني حاب ندير اللايف هذا سيدي والله ماني حاب ندير خاوتنا السلام عليكم اللايف هذا بالك شكر لاي واحد تضامن مع الحكايه اللي كنت فيها اي واحد وقف معايا اي واحد انصر لي اي واحد كان واقف معايا اي واحد كان سبب على الاقل انه خرجت من وين كنت الله يكثر خيركم الله يعطيكم الصحة ما تقدروش تعرفوا شحال فرحت ولا شحال فرحوا مالية ولا شحال فرحوا ناسي بوقفتكم ولا بضاهم من خاوتنا أو خاوتنا زوار ولا ستي حاجة تستاهل كانت ضريبة تستاهل باش الله يكثر خيركم الله يعطيكم الصحة بالك نبدا بزوار ولا نتضامنوا مع القضية تاعنا فرحت بوحدة ما باش سموها بنت الدولة حاجة هكذا فرحت بنساجهم بسنطينة بعزايز بشيوخة لا لا مانيش مولي الحراشة زهير ان شاء الله يا ربي مانيش مولي ماكش تشوف شي هابط على دوزو الحمد لله عبيش كاين ناس اللي تضامنت كاين ناس اللي جات الولايات كاين زوار ولا تضامنوا عبيش خرجت الفيديو تاعي مات حميد بلاوي وحدة من اللي تضامنا معاها وتضامنت معايا الله يكثر خيرها شفنا بزاف زواولا شفنا بزاف خاوتنا اللي طالبوا مع الحكايه اللي كنت ماشي فيها الله يكثر خيركم الله يعطيكم الصحه كاين خاوتنا المحاميين سيم قرانيه العربي خالد بورايو بن براهم زبيده عسول قازم ياسين حسن براهمي بادي سيدوم شركس راح لي اسمه ضرار جميلة يا كنتاري شكون عدد كبير كل المحامين اللي ضامنوا مع القضية اللي كنت فيها الله يكثر خيرهم الله يعطيهم الصحة ربي يقدر إن شاء الله ونقدروا نرجعوها لهم خاوتنا الصحفيين علي فوضيل الله يكثر خيره الله يعطيه الصحة هابت حناشي محمد يعقوبي سليمة المنساني سعد بو عقبة محمد سيدمو ليبرتي خاوتنا تاع لوسوار خاوتنا تاع الإكسبريسيون الخبر الحياة شروق ثاني الله يكثر خيرهم الله يعطيهم الصحة بجزيرة خاوتنا ثاني في موقع التواصل الاجتماعي ولا الصحفيين سعيد بن سديرة الله يكثر خيره هشام عبود أمير بوخرس أمير تيزان وثاني بالك الحاجة اللي فرحت بها خونا هواري الكاتورز ثاني دار حملة ما شاء الله هواري بوخرس كل عبد سمار مروان توفيق ديزاد 7 تايمز 7 ديزاد طارق نيوز لامين بزاف خاوتنا ولا بزاف خاوتنا الله يكثر خيركم خاوتنا زوار ثاني الله يكثر خيركم على التضامن تاعكم الله يكثر خيركم على اي حاجه ولا اي وقفه وقفتوها معايا ما نبغيش كاين بزاف اسماء بالك ما فكرتهاش من الناس اللي ضامت معايا في قضيتي سعيد بودور ثاني الله يكثر خيره الشيخ فوضي البومالة فرح ثاني حدا حزاب أمير أبو راوي الشيخ علي بن حاج الله يكثر خيره الشيخ علي بن حاج اللي وكل لي خوه ثاني محامي الله يكثر خيره الأستاذ بن حاج المغاربية ثاني الله يكثر خيرهم الله يعطيهم الصحة خاوتنا تاع رشاد سي زيتوت
حسن عريبي الله يكثر خيره، ولويزا حنون بنحبه ثاني الله يكثر خيره، ساحلي طايبي يعني الله يكثر خير كل واحد ضامن، وان شاء الله يا ربي التضامن اللي كان معايا ان شاء الله ما يحبس شويه، وان شاء الله بالك يكبر في قضيه وطن، هذه الحاجه بالك اللي نتمنيها. احكي لنا شويه جديد في السياسه، والله ما على بالي كنت في الحراش يا اخي، والله ما على بالي وش صار، شركس حكايته حكايه ثاني الله يكثر خيره. لي انا ثاني سمحوا لي كاين عباد برثتهم بحكايتي، صمت فيها حكايتي المره هذه ثاني سمحوا لنا. علاش ما نشرتش واش عندي فيديوهات قبل ما ندخل للحبس؟ بصح هما دخلوا لي للحبس وين ننشر؟ يروحوا ينشروا زوار ولا دوكا اللي خرجت ننشر باينه دوكا حاسبني سمانة 10 ايام كيما تشوفهم باش خرجوا حاسبني. فيديوهات حيخرجوا، اي حاجه وعدنا بها ولا اي فيديوهات هضرنا عليهم حيخرجوا، هذا امر انا واحد من الناس ماشي فيه وكلش. والله لا اثق في الشعب يهضر غير وراء الفيسبوك، انا والله راني قانع باللي الشعب هو اللي خرجني، دوك اذا كذبوا عليا والله ما على بالي، انا على بالي باللي زواولا اللي خرجوني، انا بالي ثيق في حتى واحد خرجني من محتي ابار زواولا، وبالتالي الشعب هذا ثيق فيه، شعب عظيم، شعب رجله، شعب فحل. صح واش جاز عليه ماهوش سهل، ولكن ما يتخافش عليه، ما يتخافش عليه الشعب الجزائري والله ما يتخاف عليه، وكي يتوحد والله ما يخاف عليه، والله غير يتخاف منه والله ما يتخاف عليه. أنا بلوش عجا خلاف الله يسلمك و لا لا لي فيديو يخرجوا ما كانش جي با مناسي، انا جو مناس با، انا انسان صحفي عندي متى اعلامية ننشرها بمزيتو حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هذه عجبتني هالجريانو راني معك فيها. اي حاجة وعدنا بها انا صحابي عندي مادة اعلامية نبثها ننشرها نتحمل مسؤوليتها، وبالتالي اي فيديو وعدنا به في قضية كمال الشيخي وفي قضية عبد الغني عامل حي تنشر، هذا وعد، وعد انت شارف ونتحاسب عليه. قضيتنا ثاني قضية خاوتنا اللي ما مش يقدروا يهضروا، بالك بكون راكم براني وراكم تكونيكتي وراكم تهضروا، كاين خاوتنا الجزائريين كيما احنا راهم في الحباس. سي مصطفى بوشاشي ثاني الله يكثر خيره ونسيت اسمه، خاوتنا راهم في الحباس راهم يسوفري وراهم يتمحنوا، ثاني هذو قضيتنا وقضية لازم ندافعوا عليها. كاين حاجة بالك من الاكسبيريونس اللي جات عليا ثاني، وبالك ماهوش ننصح ولكن نذكر ونلفت انتباه خاوتنا الصحفيين للناس اللي خدامين في قطاع إدارة السجون، كاين ناس ولا محابيس خطيرين اللي تحكمهم الشرطة ولا الدرك الوطني يومين ولا ثلاث أيام ونديروا لهم إجادة حق ما حكموهم ومن بعد يمشيوا للحباس. كاين خاوتنا زواولا اللي حاصلين وهما اللي راهم يمشيو فيهم، خاوتنا تاع إدارة السجون الله يكون في عونهم، زواولا لا شعرية تجيب لا خير يجيب، ماشي ياكل وتبهدل وكيوالف فيهم، ربي ينصرهم ثاني قطاع إدارة السجون ربي ينصروا. خاوتنا في الحراش انا بالي بلي كاين بزاف، انا بالي بلي كاين بزاف كارديانات وشي فراهم في اللايف، سالوني على خاوتي اللي راهم ثب، ان شاء الله يا ربي يكتب زبيده عسول، زبيده عسول، زبيده عسول ثاني، زبيده عسول، زبيده عسول، مرا فحلا ربي ان شاء الله ينصرنا بها، ومرا فحلا زبيده عسول، مرا فحلا زبيده عسول. عمري لا كانت العلاقه بيناتنا علاقه محامي متهم، بالعكس كانت العلاقه اختي الكبيره مع ما شاء الله عليها. خاوتنا ثاني تاع إدارة السجون ما شاء الله، أنا ونطلب الاعتذار من العربي زيطوط واش درت له أنا يا خويا، فعندي ما درت له العربي قالوا لي نصر لي الله ينصره الله يكثر خيره، كاين خاوتنا تاع بركات، كاين ناس اللي على بالها واش كان بيناتنا وبينهم، عبد الوكيل بيلام، سمير بالعربي ثاني فرحت كي شفتو في المحاكمة، يعقوب حاج جيلاني مساب السي تاعو، مرحبا سي يعقوب. هذو كاع خاوتنا الحمد لله، الحاجه اللي فهمتها ولا الدرس اللي فهمته انه بالك غلطنا في بزاف ناس في حياتي، بالك غلطت في بزاف ناس ولا غلطت مع بزاف ناس، انا واحد من الناس الحاجه اللي قنعت انه من اليوم وروح ما عندي حتى عدو ابار ثلاث اشخاص، ثلاث اشخاص، واحد نقول لكم اليوم وزوج ندرك اساميهم، مازال عندي الختانه تاع الطفل ومن بعد نهضرهم، كاين انيس القومي، انيس القومي هذا الاول، لانه الانسان هذا ضر شعب،
وفتن، وكاين زوج عباد، زوج عباد هذوك مازالني مدرك اساميهم، مازالني محتاج السبت هذه الجايه ان شاء الله، عندي عشاء دايرينه، والسبت الجاي انا من وراها، انا جاي في تاع الاضراب، وعندي السبت المره اخرى تاع الطفل. حكايه الاضراب ثاني، الاضراب عن الطعام، اضراب عن الطعام، لا كان خوف لا كانت حلال لا كان حتى حاجه. الناس اللي كانت تجيني للحبس من المحامين ولا الناس اللي حضرت الشروعات نتاعي شافت انه عندنا الملاح لا عنده كيفاه يخافهم، الشيخ ياسين قازم لا عنده كيفاه يخافهم، لا عنده من واه يخافهم، لا راني سامع بيهم، ما راني دايرهم في راسي. اضرب عن الطعام كان اثبات موقف، اثبات موقف انه في حبسك وما خافكش ونقرب لك في حبسك. فليعلم خاوتنا اللي راهم يشوفوا انه نهار اللي دير اضرب عن الطعام في الحبس حجم الضغوطات اللي تندار عليك بعد حبسه كارثيه، بالتالي تتعب. اضرب عن الطعام وين اثر؟ اثر لي وين صرات لي انفكسيون في ليران، انفكسيون في ليران اللي نتبع عليها. ديت ثاني ضربه في رجلي في بيك دو طونسيون، ميزان تعبت، كانت الحركه ثاني منعدمه شويه، بعض الاعضاء من بعد ولو الرعايه الصحيه كانت هايله. مدام نايلي، مدام نايلي جبت اسمك ثاني، هذه ميدسان شاف تاع الحراج، مدام نايلي والله العظيم افتخر انه انت امراه جزائريه قبيليه ما شاء الله عليها، ميدسان شاف اللي تبكي معاك في مرضك ما شاء الله عليها مدام نايلي. مرأة فحلة، مرأة جزائرية، كي تشوفها مرأة جزائرية ما شاء الله عليها. حاجة واحدة أخرى، كان اضرب عن الطعام إثبات موقف، لا راهو ضعف لا راهو خوف من حتى واحد. ولو كان كنت نخافهم، لو كان ماني نهدر وما هدرت وعلى بالي بلاني خارج وحان نهدر وحايزيدوا يضغط، وهذه على بالي بها. ثاني نصيحة لخاوتنا اللي راهم برا، إياك ودير فيهم لما لو تدخل، وإياك مجمعاتهم اللي بدا يقول لك اسمع كون جيت راجل واحد تهضر في البلاد، ولا والله غير تهضر في البلاد غير تخلص عليك. ما ولدي قلت له في كرش امو ركبوا لي لاطونسيون، راني بقلبي لاطونسيون، عندي انفيكسيون في ليرة، رجلي والله ما يتحرك مليح، يا وبالك تدخل البلاد، يا وبالك والله غير نصيحه، بالك تدخل والله غير فرحت. ثاني خويا عبد الرحمن صمار ومروان بودياب وبوبكر، فرحت الحمد لله، فرحت شوف ما شفتهمش في الشارع تاعي، غاضني الحال كي خرجت قالوا لي باللي راحوا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كي راحوا. الحبس جوزتها في عزله ولكن اجراء امني، انا ليا الحبس. شوف خاوتنا تاع اداره السجون قسما بالله غتحس روحك في وطن وفي دوله، والله لا كاين، شوف ما كاش حقره صح، بصح كاين حوايج لا اله الا محمد ربي رسول الله. الناس مازالها ترقد في الكوفرتات، فوق الكوفرتات ماكله ما تتكلش مع المجهودات اللي يديروها وكذا، ولكن لا غالب الخير ما كاش. دوله تدخل في ولادها الاحباس ومن بعد قاعده تتعب فيهم. سعيد بودو الراجل فحل، سعيد بودو الراجل فحل. على بالي شنو القناعه اللي عندي ثاني، بالك راني ملخبط شويه في الهضره اليوم، عبك 47 يوم عزلاش قلت غيظك، عبك كي تبدا تهضر ما تقدرش تسكت. حاجه الوحيده اللي قنع بها انه اللي خرجني من الحبس هو الناس اللي ضامنت معايا، خاوتي صحفيين، حقوقيين، مناضلين، ناشطين، وما شابه الشعب، زواولا 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 زواولا، هذوما اللي خرجوني من الشعب، وبالتالي والله ما عندي علاه نخافكم انتوما اللي راكم طايحين معالي، والله ما تقدروا ديروا حاجه، ما يبتدوني عاودوا خرجوني خاوتي، وبالتالي والله ماني سامع بكم، وباه نسكت وكذا وفيها وفيها خير وكذا، والله ماني نستنى في خيركم، والله ماني نستنى في خيركم. هذا اليوم كان برك باش نشكروا الناس، والله ما الشعب مذل وراضي، ولا غير شعب راجل وفعال، انتم اللي طيحوا المورال لبعضكم وكذا، ولا غير شعب فعال، ولا غير شتاع جايز وشياب جاو عندي، ولا غير استهدر لك انك راجل فعال، ان شاء الله يا ربي. خاوتنا الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، هاي المخلوقه، المخلوقه بالعقل يا الباندي، يا تخلص عليك بعض. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. لازم ننتصروا لبعضنا، لازم عقدة الخوف تتكسر، لازم ننتصروا لبعضنا. كاين بزاف خاوتنا راهم مظلومين ثاني، كاين بزاف خاوتنا راهم في غبينا، راهم بزاف خاوتنا في غبينا، ربي يقدر ونصروهم. كاين مازال خونا مدني الوابح زوالي من الجلفة داخل في قضية أكبر منه، الراجل عنده زوج معزات باحر فيهم عشان داخل في قضية كبيرة. كاين ثاني خونا جمال بالزقراري، ربي ثاني يطلق سراحه،
ما على باليش كاين ثاني خونا مرزوق تواتي قضيته فيها وعليها وفيها وعليها، ولكن ربي ان شاء الله يطلق صراعه وان شاء الله نقدروا نوقفوا معاه. كاين عبد الله بن نعوم، كاين هذاك الطفل تاع غيليزان ثاني زعفت كيفاه قضيه يضرب معاه في طريق الدين الحبس، سمعت بلي خرج له البارح، راني مديكونيكتي ثاني شويه. ثاني صاحبي سكامبو الله يرضى عليه سكامبو، ربي يقدرنا ان شاء الله. انيس القؤاه، كاين ثاني بلال كباش نتاع النهار، سمعت بلي راهم ريض، سمعت بلي افيسي، سمعت بلي الدواء راهو في تونس. مو ثاني هضروا معها ناس. يا ما انا ما عنديش مشكل لا مع امين ولدك اللي راني شاكي به ولا مع بلال اللي شاكي به. بلال ولدك مشى في طريق ضد البلاد ومشى في طريق مع انيس القومي هو اللي ضر، ولكن لي انا متنازل على اي حق مع بلال كباش ولا امين كباش، وربي يشافيه ان شاء الله، ربي يشافيه ان شاء الله. الصحفيين تاع النهار ثاني، صحفيين تاع النهار اللي هضرت عليهم اللي هضروا عليا، اللي هضرت عليهم اللي ظلموني وانا محبوس وما قدروش يهضروا عليا وانا برا. لا هضرت على احمد قاره، احمد قاره انسان خاين وما فيهش غرام نتاع رجله. كمال شيخي كان صاحبك رحت تدي حوايج نتاع صحوبيه وكنت تخلص عليه وتدي من عنده تشيبا كي انت كي سيدك انيس القومي، من بعد ضربت عليه وبكيت بنته ودبرسها. هذه ماشي رجله، يمكن تكون فاسد وراجل، تقدر تكون فاسد وراجل، تاع انك تكون فاسد ومش كراجل هذه ماشي رجله. الاخر هذاك احمد حفصي، احمد حفصي ثاني كون ما هضرش عليه ما نهضرش عليه، ولكن هذه الناس ليا والدوله دخل في ولاد الشعب الحبس وولادهم تديهم للخارج يحوسوا. هو قالها وشدك في وجهك، والله ما انا اللي قلت هذا كومونتير. والله العظيم لا تولي تخمم تحرق وتروح في البوطين وبعد يقولك على الحرقه. مي ان شاء الله ان شاء الله نقدروا نتكاتفوا مع بعضنا، ان شاء الله نقدروا نتعاونوا مع بعضنا. الله يكثر خيركم، والله براني لي زوم، والله براني لي زوم، لي زوم انتم اللي وقفتوا لي قدرتوا توقفوا. خادير محمد مرحبا، مرحبا الشيخ خادير مرحبا. توفيق ثاني ديزاد، يحيى توفيق ديزاد ثاني، الله يكثر خيركم. ايه شركس يسموه عميروش باكو دار لهم مرافعه وجالي وانا ما على بالي شكون شركس، المهم قال لي بلي شركس هو اللي دخلني للحبس، بصح شركس راه واحد من هذوك الثلاثه. ان شاء الله يا ربي. الله اكبر الشعب الجزائري، الله يكثر خيركم وعلى بالي الله يعطيكم الصحه. ان شاء الله نحاول نحترموا القانون. تهم الموجهه الي تهم باغي بايخه كما هما، داوني الحبس بملف فارغ، ملف تبهدله كي وجوههم. في نهايه الامر انا اللي ما قدرتش نفهمها في راسي، محاكمه تحاكمني تعطيني عام حبس، تبكي لي المخلوقه ومن بعد تعاود يزيدوا يحاكموني يقولوا بلي عندي 6 شهور سوسي، يرحم والديكم و 47 يوم حبس اللي خليني تجوزتهم، شكون يخلصهم؟ نروح لشركس يعطيني دراهم امه. ميسوم ثاني طهار ميسوم. ساون قال لك ادينا ساون. متقاعدي ومش طوبي ومعطوطي معطوبي الشيء الوطني الشعبي وكذا، حقكم البلاد بلادكم، انتم اللي رفدتوا السلاح عليها، الله يعاونكم. المهم انا راني سورسي تاع جمهور، بصح والله غير نجي، والله غير نجي، وهذيك هي وخلاص، هي خربت خربت. الله يرضى عليك الشيخ خادير توحشناك ثاني. هشام عبوز الله يرضى عليك. سعيد بن زديره، امير ثاني فرحت له، راح في برنامج ثاني فرحت له، ربي يوفقه ان شاء الله، ان شاء الله تكون انجاز ليه. وشنو شوف ما كاش كاع لا امير لا عدلان لا يديك لا يجيبك. كاين خونا هواري 14 راهو داير البوز، هواري بوخرس هو داير البوز. الله يرضى عليكم. ربي ان شاء الله انسان يقدر يشوف وراي رايحه. ما زلزل الله يزيدوا ريحو، دي خلينا لا رئاسيات لا فوق لا كذا، والله راهي تشرفنا عجوزه من بويره لقيتها في رويسو. كاين واحد العجوزه تاع البوير الله يرضى عليهم. شوف العجايز تاعنا قسما بالله غير الدرس، درس في جزائريه شعبنا، والله ما شاء الله عليهم عجايز شياب كذا، والله غير بركه، والله العلي العظيم غير مديتولي بالك حاجه اللي ماشي ما نستعلهاش، والله ما نستعلها وما حلمت بها، والله بين برك منهم ما حيت قانع. شوف مرتي كي تجيني الفالور والله غير الشعب راه واقف معاك وناس واقفين معاك، يا قسما بالله غير ب 500 سنه حبس كاع، والله ما تغيظك لانه عبك والله غير نهار سرتوك ولا 100 جاجه. سي سور لازم تكون ثقه بيناتنا. زواوله ثاني اللي في لابوليس تعلقوا فيا ربي يحفظهم، ما نقولش واش درتولي وكذا خاطر المعالم والله ما يحبوا،
ويزرعوا لخلطنا في لابوليس في جندرمري في الجيش خاوتنا اللي تضامن اللي ما تضامنش. المهم الحاجه اللي قدرنا نفهموها في التجربه اللي صرات انه يقدر يتضامن عليه بالحاج في قضيه تضامن فيها اميره بوراوي وحده حزه، ويقدر يتضامن في نفس القضيه هشام عبود وسعيد بزيره، ويقدر يتضامن في نفس القضيه الشروخ وعلي. يعني قادرين كاع نتضامنوا، كاع نتضامنوا على مصلحه وطن. ان شاء الله يا ربي نقدروا نتضامنوا على مصلحه بلادنا، على خيرنا، على رزقنا. انا قلتها من قبل وكذا، انا لا راني ندير سياسه لا والو، انا حقروني حبوا يحقروني، والله ما يحقروني، حبوا يحقروني، درت اللي عليا ودفعت على حقي. وكي نسمع بواحد محقور واجبين دافع عليه. كاين واحد الحقار يا فليون، يا فليون مدير اداره السجون، كاين واحد الحقار يسموه بن مخلوف محمد، هاي الجيج ما جات راهو في البرج حقر الزواوله، راني داير لهم شهادات وراني رايح للنائب العام تاع البرج مبلغ عليه. بن مخلوف محمد شافت كارتي في مديريه اداره السجون، حقر الناس، ضرب المرضى، حقار حقار الحبس تاع البرج، شاوش تاع قليعه ثاني. ربي يهديك وشك الدير، ربي يهديك وشك الدير، وراني كاتب عليك وان شاء الله ثاني. قضيه اداره السجون ولاد الزواوله كي يجوا للحباس جاوا باش يتعاقبوا، ماشي باه تحقرهم ودير فيهم الذل، ماشي باه تذلوهم. هذا الموضوع. بن مخلوف محمد راك في راسي، راك في راسي. قلت انت انسان حقرت مريض وحقرت مرضى وضربت مرضى، حقرت مرضى وضربت مرضى، خلينا ديجا صح عندك. المهم اني قلتها وخلاص. يا ودي واش تاعي والله غير ديجا قعدت سمانه في الدار غير مرض. انا من خارج تاع ايه خاوتنا تاع الغربه، خاوتنا تاع الغربه درس والله غير درس. الله يبارك عليكم والله خاوتنا اللي في الغربه. والله غير عندي خويا والله سفيان غيروس مرحبا، محمد قلاتي مرحبا، خاوتنا تاع الغربه ما شاء الله والله غير ما شاء الله والله العلي العظيم غير شرف شرف كي تشوف خاوتنا اللي راهم برا وكذا وتشوف. والله كنت نكره الناس اللي راهم برا وكذا وتغيظني، ماشي الناس اللي يديروا السياسه هكذا. قال يا ودي راحوا بلادي مي والله غير ما شاء الله خاوتنا تاع الغربه ما شاء الله قسما بالله غير ما شاء الله. فيكا مرحبا. ايه هي هي زوج جيجمات من بعد موراها يجي الموت. عندك الحق والله عندك الحق. نمشي وان شاء الله والله نمشي. الحكايه اخونا العياشي ربي يرحمه، سمع ثاني كي قلت ربي يرحمه. يا ودي كنت دراري زيزو قاره شيت لهم كنت دراري كان في عمري 23 سنه في مزكله واش على بالي واش كان صاري. وضرك ثاني كيف كيف ربي يجيب الخير وخلاص. عميروش باكو يا شركس الله يكثر خيره ما على باليش خاوتنا ما نطولش عليكم، الله يكثر خيركم، الله يعطيكم الصحه والله غير عظيم قسما بالله العظيم غير شرفتوني قدام داري قدام مخلوقتي قدام روحي. ان شاء الله تسقط ان شاء الله تسقط ان شاء الله ان شاء الله. يحبوا لي بوس اليدين، انا ذوك اللي باس اليد والله ما هدرت عليه، بصح على كي نهدر عليك تديني لي الحاج يا اخي باس اليدك اش ما هدرتي عليه. لا خلينا من المشاكل ولا مازال لي عندي الاختراع تاع طفل السبت الجاي، خلونا من المشاكل. هما واحد يا ماتوا هذا ما كان. الله يكثر خيركم. كاين بزاف ثاني خاوتنا اللي نسيتهم على بالي بلي نسيتهم، والله غير الله يكثر خيركم والله غير تستاهلوا نجيكم واحد واحد للدار ونبوسوا راسه. انا متضامنه مع المخلوقات اكبر ونص وقلت لنا ماشي لا لا ماشي قضيه ما قلتش بعلونا على المره دير لي فلشتي والمشاكل مع المخلوق او ما قلت لنا اسم لا وخلاص يجي بالخير. اما كخاوتنا الشاويه الضلعة ذلك الله يكثر خيركم. زيرو كات لايك كثر خيركم. هذا ما كان. يعطيكم الصحة الله يجازيكم. أنا ليا حاجة اللي نقدر نقولها بالك ماشي ليكم ليهم هما اليوم يشوفوا 25 يوم شفتوا كيف خلصتوها معايا 47 يوم باينة بلي حتخلصوا أكثر. رشيد نكاس رشيد نكاس ثاني الله يرضى عليك كثر خيرك 47 يوم يا والله غير تخلصوها يا والله غير تخلصوها. ركبتوا لي لاطونسيون وقرثوا لي رجل يا والله العظيم غير تخلصوها. هذه خلاصي بيني وبينكم بلا وطن اللي حطمتوه ورجعتوه تبهديله بهدلتوه بالبلاد برا. القعقاع راهو مليح ولا غير راهو مليح ان شاء الله هذا السبت هذه لا السبت الجاي نختنوا. خويا الله يرضى عليكم الله يكثر خيركم الله يعطيكم الصحه. نبيل ثاني بن حطاب الله يرضى عليك الله
غلطتني غير من واحد صاحبي ولا غير واحد صاحبي بكلي غلطتني منه ولا غلطتني غير من واحد صاحبي والله ما خليها في قلبي. شفالو كان في القهوه بعثتو لي مو قلت شوف لو كاش خدمه يا عدله جبت وعاونت 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 لا اله الا الله محمد ربي رسول الله نالي دخلت الحبس ولا داير عليا الله يلعن والد الله العظيم واحد الشاخين. المهم الله يكرم عليكم القعقاع ثاني ربي فرحنا به ربي فرحنا بالقعقاع ان شاء الله ان شاء الله راكم معروضين في ختامه القعقاع ثاني الحمد لله كاين حواكيات وكذا والله واحد يمشي فيهم وكذا الله يكثر ثاني خير مسيبي محمد والله يكثر خير وقف لي على الدار وعلى الطفله العجوز ثاني تاع تاع ربي يجيب الخير صغير ثاني الله يكثر خيره سمعت باللي جاء وكذا الله يكثر خيره ان شاء الله ربي يفك صراحه كل واحد من الناس اليوم المغبونين هذا المكان ان شاء الله هذا سيتي جوست باش نقول لكم يعطيكم الصحه ربي يجيب الخير ان شاء الله لبلادنا او كيما شوف تعاود ولا ما تعاودش كيف كيف ان شاء الله لو سات عندي شرع لو 12 دايرين لي شرع لو 14 دايرين لي شرع عندي وقيل لو 24 شرع 42 قضيه حاطينها لي تحس روحك بابلو اسكوبار لا اله الا الله محمد رسول الله صافي كيف كيف هي مخروبه مخروبه وعدي يجيب الخير وخلاص هذا مكان بالبركه الله يرضى عليكم الله يكثر خيركم وهرا ثاني الله يكثر خيركم وهرا ثاني الله يكثر خيركم كاين صاحب السعيد هذاك بودور هذاك شبيه بطويل راح لي اسمه الله يكثر خيره هذا مكان في بري هذا مكان هذا مكان ان شاء الله السبت هذه لا لا السبت هذه دايرين عشاء كذا نخاوتنا وكذا على الضيق ان شاء الله السبت الجاي ان شاء الله كاينه الاختانه تاع القعقاع رولتكم رولتكم يا سيدي ارواحوا جيبوا له الكادوات راهي بشومره لاش تاكش ما تكبسوا هذا مكان يا خويا الله يرضى عليكم الله يكثر خيركم الله يكثر خيركم مالي ثاني مالي دارت البوزي مالي ثاني الله يكثر خيرها هذا المكان يعطيكم الصحة الله يجازيكم الله يرضى عليكم والحاجة اللي تعلمتها بالك في التجربة هذه 17 يوم خرجت خدمت على مجموعة من الأشخاص خدمت على واحد بالك تشفاه له كريمينال يعيطوا له كريمينال أمه كانت حاضرة في الشرع تاعي خدمت على واحد اسمه تايزر أمه كانت حاضرة خدمت على واحد اسمه ميرانا كانوا خالته حاضرين خدمت على واحد اسمه حامد لالاوي كانوا حاضرين في ميتو خدمت على مدني الوابع كانوا في ميتو حاضرين خدمت على رضا كانت فاميلتو حاضره خدمت على جمال وخيره ومغرب وبالتالي قد ما نضمنوا مع بعضنا قد ما الانسان يكون اونيت مع الناس حيلقى ناس تضامن معاه هذا ما كان الله يكثر خيركم الله يعطيكم الصحه انيس ولا غير اللي تعبان وعيان بصح قسما بالله العلي العظيم ليوم الدين والله يا انيس لليوم اللي تموت فيه غير وراك وراك على خاطرش انت انسان حقار وظالم وتعرف غير تحقر في الصواوله ورا ورا داروا لك من ريجيستروم ماشي انا درته هو حطوه الناس تاع كي كنت تحلل فيا وتمسح الموس في ليزيليمون تاعك لليوم راك داير عليهم والله ما نرحمك اليوم الدين اليوم الدين وان شاء الله يكون فيك ريحه الرجال لو سات يا اخي تلاقاو في دار الشرع انا راني رايح نجي ان شاء الله تكون راجل وفحل وتجي تقابلني في البارا في دار الشرع ان شاء الله تكون راجل نوي الارض ربي وين تخلص والله ما نرحمك ولي بعثها لي للدار والله ما درت عليها ولا تبعثهم لي والله ما درت عليهم خاطر ثاني انسان ماشي راجل وراني نعاود نقولها لك وسجلها وزيد اديها شارع عليها والله ما ننساك انيس والله ما ننساك والله العلي العظيم كل مؤسسه تمد الصوارد الانيس غير نبحث موراها ونخرب موراها على خاطر انتم راكم تمدوا له الصوارد باه يسبنا وباه يسبنا وباه يبكي لنا نسانا وباه يجيب لنا الخماش تاعو لديورنا وباه يشركسنا انتم راكم تمدوا له الصوارد ومن بعد ما تجي تقول لي لا لا خايفوا ما عندكش علاش تخافوا كي يدنا لك انيس وانت عندك الصوارد وتجاره انا نوقف معاك وكاع الناس توقف معاك انيس راك تمدلو في الصوارد وراك تدعم فيه والعشر ملاير اللي داها ثاني له البارحتين باه يمشي مع واحد المرشح تاع رئاسيات راني سامع بيها ونبحث فيها واحد يترشح للرئاسيات وعنده العقل ما يروحش لقناة الزيكو باه يدير الحملة غير الحمار اللي يعتقد باللي يقدر يدير حملة في قناة النهار غير الحمار اللي مازالو يخدم بالنهار الحراش داري الله يكثر خيركم الله يعطيكم الصحة أنيس تلاقاو وغير جديد معك أنيس غير جديد غير جديد غير جديد ولي مدلك الصوارد والله يا أنيس القومي والله يا أنيس القومي غير تسلكها شوف
قتلت لي ولدي في كرش امو، ركبت لي لاطونسيون وركبت لي القلب. يا والله العظيم القبرك نتبعك وما متموت، والله غير نبقى نخدم عليك اليوم الدين. والله غير انت انسان لو كان يبقى فيا عظمه عظمه عظمه، يا والله ما نرحمك. خاوتنا الله يرضى عليكم، لا الملفات تنشر، الملفات تنشر، والملفات انا ما قلتش اذا مسوا شعره مني تنشر، انا قلت بلي الملفات ننشرها وعندي، وهذا حقكم عليا باه نمدها. اه الله يطلق ساعه و20 جناح حبس، شغل ما على باليش واش دار. زين يا اداره السجون، انا نسكن في العاصمه، تروح تبعثني كونفوا البشار، وخويا يسكن في بشار تبعثوا كونفوا الامبواقي، وخويا يسكن في امبواقي تبعثوا كونفوا التيندوف، باغي نسنا يبقاو في الكيران يدوروا. بذلونا اكثر من اللي راكم ذالينا. اداره السجون هي جايه، هي جايه حكايه، ولا غير جايه حكايه، باسكو خاوتي راهو عندكم الداخل. مدام نايلي الله يكثر خيرك، الله يكثر خيرك، مرا فحلة مرا فحلة والله العظيم. هذه ميدسان شاب وقفت عليا 24 على 24، الله يرضى عليك يا مدام نايلي، والله ان شاء الله والله تزيد عندي طفله غير سميها نايلي، نايلي والقعقع، يا قسما بالله ويرزق ربي الطفله غير سميها نايلي. الله يكثر خيركم خاوتنا، الله يرضى عليكم، الله يعطيكم الصحه انتم الزعامه. شات راني غير مزيان خيرات. الله الله يرضى عليكم، الله يكثر خيركم، الله يعطيكم الصحه، ربي يجازيكم ان شاء الله. القوم يخلص عام تنساه، والله ما ننساه. اي سلام عليكم، الله يرضى عليكم. هاكو بي يا سيدي.